حول الحديث عن تقليل التصريحات الإطارية ضد القوات الأمريكية بصفة عامة وضد الدبلوماسيين الأمريكيين المتواجدين في العراق، هو بالحقيقة هذا يأتي من شعور هؤلاء بأن عليهم مهادنة الأمريكان. لذلك مهادنة الأمريكان هو ضمان لبقائهم في مقاعد الحكم والسلطة، وغير ذلك فهم لا يستطيعون المواصلة والاستمرار في السيطرة على مفاصل الحكم. هذا من جانب. الجانب الثاني، يشعرون بأن الأمريكان هم قوة كبيرة موجودة على الأرض، ولا أعتقد لأي جهة من الجهات مقارعة هذه القوة بما تمتلك من الأسلحة والتكنولوجيا والنفوذ، وهي اليوم لديها أساطيل بحرية ضمن الرقعة الجغرافية للمنطقة، فتارة نجد أساطيلها في الخليج العربي وتارة في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، فكيف للفصائل المسلحة والقوى الأخرى أن تقارع هذه القوى العملاقة والكبيرة؟ لذلك أصبحوا مقتنعين من الواجب عليهم مهادنة هذه القوة من أجل بقائهم والسيطرة على الكرسي والمكاسب المالية والاعتبارية.